فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يدخل المسجد، اعتاد أن يدخل المسجد في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، فيصلي تحية المسجد ويطيلها لأجل أن يدرك ساعة إجابة، هل فعله هذا مشروع؟ لا، الدعاء في ساعة الجمعة لا يكون في صلاة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، يعني يدعو، قائم يصلي يعني قائم يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة. أما أنه يشرع صلاة لأجل الدعاء في ساعة يوم الجمعة، هذا شيء لم يرد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.